السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الصف الثالث السلام، أخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. فيديو جديد في مجموعات أونلاين مع مستر محمد ديب. النهاردة بنحل فيه مع بعض الجرامر بتاع كتاب المعاصر بارت 1. طبعا البارت 1 في المعاصر هو جايب البريزنت بيرفكت المضارع التام والبريزنت بيرفكت كونتينوس المضارع التام المستمر. نسمي الله مع بعض كده يا شباب ونشوف الجمل ماشية ازاي. طيب اول جمله عندنا بيقول I bought some floor، انا اشتريت بعض دي، ده مضارع تام، اشتريت ما حددش زمن حدوث الفعل، فانا اشتريت، وهنا عايز طبعا I have bought اشتريت. some floor بعض دي اشتري مبني مجهول وده مفرد، اي حاجه لا تعد تعمل معرفه المفرد يبقى has been bought. she fed the babies، هي اطعمت البيبيز، يبقى she has fed، هي اطعمتهم، she has fed. طب البيبيز مبني مجهول يبقى هاف بين فيد تم اطعم. طيب هي فيزيكس، هو ذاكر فيزيكس فور ذا لاست تو اورز، الساعتين اللي فاتوا هو فيد يا جماعه ذاكر، يبقى هو هاز ستاديد مضارع تام يبني فور ذا باست، دي كده مضارع تام. ذا ترين هازنت ارايفد، القطر لسه ما وصلش حتى الان، احنا لسه مستنيين، يبقى كلمه يت حتى الان بتيجي في اخر الجمله المنفيه، القطر لسه ما وصلش. مام لانش، والدتي محضره الغداء. اي كان سميل، انا شامم كده ريحه الاكل الجميل بتاعها الديليجيوس، طبعا حاجه لسه ليها اثر، ما الريحه جميله اهي، يبقى ماي ماذر هاز بريبيرد حضر. اي 3 ايميلز، انا بعت 3 ايميلات النهارده الصبح وكمان لسه هبعت 2، يعني حاجه حصلت وممكن تكمل لسه، ما هو المضارع التام حاجه حصلت ولسه ممكن تكمل، يبقى انا اي هاف سنت مضارع تام. She to the fruit sellers، هي راحت عند بائع الفاكهه. لما احط الابوستروف اس يا ابني يبقى ده المكان. بس انا ما اعرفش هي رجعت ولا ما رجعتش فلازم اشوف. The apples she has bought، التفاح اللي هي جايباه معاها فانتستيك رائع. يبقى هي راحت ورجعت، يبقى هنا يا جماعه she يبقى has gone to. لا ده has been، لان هي راحت ورجعت، has been to راحت ورجعت. I squash، انا بلعب سكواش. I don't know، انا عمري ما لعبت سكواش، معنى الجملة عمري ما لعبت سكواش، حتى ما اعرفش قوانينه، يبقى I have never played. I have ever، سوري يا جماعة، I have never، I have never played، عمري ما لعبت. He has arrived home، لسه حالا وصل البيت. Let him relax، يبقى كده يستريح يا ابني for a few minutes، كام دقيقة قبل ما تتكلم معاه، يبقى هو لسه he has just arrived، لسه واصل حالا، هي just arrived. I have met some old friends، انا قابلت بعض الاصدقاء مؤخرا. هو مش هينفع يت لان دي جمله مثبته، ينفع lately وينفع recently، يبقى بي و سي. I haven't heard from her، انا ما سمعتش منها space ages لفتره طويله. I hope she's better، نفسي انها تكون كويسه. كلمه ages دي بتاخد four ages، four ages لفترات. I haven't heard from her، أنا ما سمعتش منها last April، لما يجيب لك last مع الشهر since last April. I have watched football matches، لأ اتفرجت ماتش كورة. As long as I can remember، دي مصطلح بياخد فور، على قد ما افتكر. As long as I can remember، ده يا رجالة بياخد فور. I have watched football matches since childhood، منذ الطفولة، منذ الطفولة. We haven't met، ما تقابلناش، since، بعد since ماضي بسيط، يعني قبلها مضارع تام، بعدها moved، moved هنا ماضي بسيط. في كلمة استفهام اسمها since when، منذ متى، اسمها كده يا شباب since when، منذ متى. Have you waited for it؟ Space how long، في حاجة اسمها for how long، لمدة قد ايه، for how long. في عندي حاجة اسمها يا شباب how long ago، لان هنا في did، How long ago، منذ متى، عشان في ديت. يلا بينا يا باشا. She has never traveled abroad، عمرها يا ابني ما سافرت خارج البلاد قبل كده، عمرها ما سافرت before now، قبل الكلام ده. This is the first time، أول ما تلاقي المصطلح ده، دي أول مرة. The second time I have ever seen a real kangaroo، ده أول مرة أنا أشوف كانجرو حقيقي. This is the first time for me، أدام أحط for أجيب to المصدر، أدام حتى يا جماعة this is the first time for me يبقى to see. أميرة is a student، أميرة دي طالبة. I have ever seen، أنا شفتها. أميرة هي الأشطر، يبقى the cleverest، الأشطر، يبقى the cleverest الأشطر.
I have never seen عمري ما شفت student عمري ما شفت تلميذ شاطر زي أميرة. أنا عمري ما شفت جملة منفية، عمري ما شفت تلميذ as clever as أميرة تمشي. يعني ممكن ما أقول أنا عمري ما شفت تلميذ as clever شاطر زي أميرة. أو cleverer than يبقى A و B. I have never seen a clever student عمري ما شفت يا ابني clever like أميرة زي أميرة. She me at 5 هي اتصل بي الساعة 5 هنا ماضي. هنا يا جماعة ماضي نوع حدد الساعة 5 she last called آخر مرة اتصلت بي. ما قولش مضارع تام حدد زمن وجود الفعل ما ينفعش مضارع تام. The last time ماضي she called me was at 5 كان الساعة 5 was at 5. She hasn't called me ده مضارع تام بعدها ماضي بسيط يبقى since. She last called me آخر مرة اتصلت بي آخر مرة ده ماضي ما فيش هنا مضارع تام يبقى when. هنا يا جماعة كلمة when. She to work here بدأت تشتغل هنا من 2 months ago. ago بتدل على الماضي يبقى حاجة اسمها started ماضي. It's a week في حاجة اسمها رجالة it's الفترة since ماضي بسيط. It's a week since I last went. She to the market هي راحت السوق معرفش راحت ورجعت ولا لا معرفش راحت بس ولا راحت ورجعت اشوف الجملة. She will hear soon هترجع قريبا يبقى هي راحت يا ابن السوق ما رجعتش يبقى she has gone to has gone to ما دام راحت يا جماعه وما رجعتش يبقى has gone to. طيب she any meeting since ما حضرتش اي اجتماع منذ since عايزه قبلها هنا مضارع تام وبعدها ماضي بسيط يبقى she hasn't attended لم تحضر. In the last 2 hours في اخر ساعتين I my lesson انا براجع دروسي. In the last يا جماعه 2 hours I have revised مضارع تام. So far حتى الآن يا ابني من سكول مدارس كتير اتبنت in rural and urban areas مبني مجهول مدارس كتير اتبنت في المناطق الريفية والمتحضرة والمدارس جمع يبقى have been built مضارع تام مبني مجهول have been built. Oh I space my mobile يا نهار ابيض ضيعت الموبايل what can I do I have lost أو have broken ده أنا كسرت الموبايل I have broken مضارع تام حاجة حصلت أعمل إيه دلوقتي؟ He to the bank to draw draw يعني يسحب راح البنك عشان يسحب فلوس. He will be back هيرجع half an hour كمان نص ساعة. يبقى لسه ما رجعش راح بس يبقى has gone to. دكتور تامر four patient دكتور تامر شاف أربع مرضى so far حتى الآن. فso far يبقى هو has seen. Nothing دي نفي مفيش حاجة زي كده has ever happened has ever ما قولش never لان يا جماعه nothing نفي ما ينفعش يجيب نفي ونفي ما ينفعش never has ever happened. I haven't traveled to my village by train انا عمري ما سافرت القريه بتاعتي بالقطر. It's based my early child منذ الطفوله since this is the most difficult هذا هو اصعب the most difficult situation اصعب موقف I have ever faced أنا واجهته I have ever faced أنا واجهته. هاني is based on her exam نجحت في كل امتحاناتها و is going to start وهتبدأ الجامعة next month خلاص نجحت has passed. فادي broke his leg فادي رجله كسر و has to stay لازم يقف في السرير. He watching مضارع تام مستمر عمال يتفرج على أفلام كتير has been watching مضارع تام مستمر has been watching. The village streets are muddy شوارع القرية كلها طينة الأثر موجود يبقى ده مضارع تام ليه هنا يا جماعة الأثر موجود عشان has been raining مضارع تام مستمر ليه الشوارع فيها طينة has been raining. He's still doing the exercise هو لسه بيعمل تمرينات لسه بيعمل. He ate for 2 hours now بيشتغل بقاله ساعتين دلوقتي ما خلصش لسه شغال has been doing has been doing مضارع تام مستمر. Scientists العلماء researching the side effects العلماء بيفحصوا الآثار الجانبية للكوفيد 19 for years بقالهم سنوات. They are still doing this task ولسه بيعملوا هذه المهمة. فالعلماء have been doing researching have been مضارع تام have been researching. A long time has passed فترة طويلة عدت منذ I saw him
ده مضارع تام وده ماضي بسيط يبقى سينس. رانيا از دكتور، رانيا شغاله دكتوره بقالها دلوقتي 10 سنين يبقى هاز بين وركينج، لسه شغاله هاز بين وركينج. وي اور اولد فريندز فور ا يير، احنا ما بقيناش اصحابنا بقالنا سنه. زي ار تو بيزي، هم مشغولين جدا. يبقى احنا يا جماعه هافنت ميت، ما بينهمش بقالنا سنه، يبقى زي وي هافنت ميت. اولزو بالرغم ان هو از بيس فرانس سوايز ذس يير، برغم ان هو يا جماعه راح فرنسا مرتين هذا العام، هيز جوينج اجين، هيروح مره ثانيه نيكست ويك الاسبوع الجاي. فبالرغم يا ابني ان هو هاز جان تو، بالرغم ان هو يا جماعه هاز او هاز بين بقى ان هو راح ورجع مرتين، هاز بين تو فرانس، راح مرتين. زي ايتش اذر، يعرفوا بعض بقى لهم فتره طويله. هو كلمه نو يعرف ما بتجيش مستمر، يبقى اختار هاف نون بس. اتربل اكسيدنت، حادثه فظيعه حدثت على طريق القاهره اسكندريه. هنا يا جماعه ما جابش امتى، ما جابش وقت الحدوث، يبقى الحادثه دي هاز تيكن بليس، هاز تيكن بليس يحدث. يو نيدنت ميك فود، مش محتاج تعمل طعام. انت ليه بقى؟ لان اي جود ميل اوريدي، اي هاف كوكد، انا طبخت بالفعل، اي هاف كوكد. طيب اتس الفتره سينس ماضي بسيط، بعد سينس فيزيتد ماضي بسيط. ماي فريند هيلث بروبلم، صديقي عنده مشاكل في الصحه سينس. قبل سينس عايز مضارع تام، يبقى هاز هاد، هاز هاد عنده مضارع تام. سوري فور بينج ليت، اسف ان انا اتاخرت. بليز ليت مي ان، لو سمحت يا باشا دخلني. اي نوت ان فيري باد ترافيك، انا كنت في مرور صعب. اي هاف بين ان، اي هاف ان، هاف بين ان، كنت 25 يا جماعه، اي هاف بين ان. اي هافنت ميت، ما قابلتش المدير العام قبل كده. It's my first time to meet him. If I haven't before. ما ينفعش يت، يت يعني حتى الآن. يعني أنا بقابله على طول بس أنا دلوقتي لسه ما قابلتوش، كان قلنا يت. إنما أول مرة قابله before. My uncle as a taxi driver for 10 years، شغال سواق تاكسي بقاله 10 سنين. ودلوقتي هو عامل في مصنع ملابس، يعني سابها. اشتغل فترة وسابها، أدام سابها يا جماعة worked. ماضي سابها worked. I haven't seen وائل، أنا ما شفتش وائل the last time، منذ آخر مرة. we met in the valley، ما قابلتوش since the last time، since إحنا يا جماعة ما شفناهوش يا بنتي، يا ابني since the last time. he wanted to know، عايز يعرف I have been member in this sports club، عايز يعرف بقالي قد إيه، for how long، مدة قد إيه أنا هنا عضو في النادي، for how long. My car، عربيتي عطلت. I have to call a mechanic، لازم اشوف ميكانيكي على طول. يبقى عربيتي has broken down، has broken، عطلت، has broken down. I the kitchen all morning، انا بنظف المطبخ طول الصباح. والدتي بتقول هو لسه ديرتي، انا لسه بنظف، انا عمال انظف. all دي عايزه هنا مضارع تام مستمر، I have been cleaning الاخير. What your mother for her birthday tomorrow، اشتريت ايه؟ خلاص اشتريت ايه لوالدتك عشان المدى بتاع بكره؟ What have you bought؟ اشتريت ايه؟ What have you bought؟ Space I started، مين اللي جاي بعدها؟ ماضي بسيط، since I started، منذ بدأت. The committee members، أعضاء اللجنة، disagreement، الخلاف بتاع أعضاء اللجنة. Space caused، تسبب مشكلة خطيرة. هو هنا جاب تصريف ثالث، يبقى has caused، has caused. في حاجة اسمها راجع فهمك. أني جملة معمولة structure صح؟ I haven't seen him for the last time، لا since the last time we met. I haven't seen since the last time we have، غلط. I didn't see، هنا في since، لا يبقى صح. I haven't seen him since the last time، يبقى رقم B هي اللي صح. أني جملة معمولة structure صح؟ He is exhausted، هو مرهق، ده مضارع عشان هو hadn't been، لا. He was ماضي عشان هو has، لا. هي از مضارع عشان هو هاز بين، ادي صح. هاد ماضي، لا، يبقى رقم ثلاثة هي اللي صح. جملة مضارع والتفسير بتاعها مضارع تام مستمر. علي لاست اخر مرة اصطاد سمكة لما كان في اسكندرية. ده معناه ان علي هازنت كوت، ما اصطادش سمكة منذ، يبقى رقم سي. ما هو كده ما اصطادش سمكة منذ كان في اسكندرية. ماي بين فريند، صديقي وصل القاهرة a moment ago، من اللحظة فاتت. يبقى معناه ان هو has just arrived، لسه واصل حالا.
أني جملة معمولة ستراكشر صح؟ Have you already؟ مفيش سؤال بقى يا جماعة. Have you ever؟ هل أنت traveled؟ مش يبقى I haven't already traveled. Have you ever traveled؟ يبقى رقم B هي اللي صح. طيب أني جملة معمولة ستراكشر صح؟ Since years؟ مفيش حاجة اسمها since years، اسمها 4 years. It's year since I have، لا بعديها لا. It's هي دي. It's الفترة since ماضي بسيط. It's الفترة since ماضي بسيط. She has been to America، هي كانت في أمريكا. ده معناه إن هي خلاص ما بقتش هناك يا جماعة، is no longer، ما خلاص سابتها. هي ما بقتش في القاهرة، في أمريكا. May has never flown، May عمرها ما سافرت بالطيارة قبل هذه المرة. يبقى معناها إن دي it's the first time، دي أول مرة لمي إنها تسافر بطيارة. It's the first time، أول مرة إنها تسافر بطيارة. رودينا هي the cleverest girl، أذكى بنت ما I have ever known، أنا أعرفها. يبقى رودينا دي is cleverer than، أذكى من أي بنت أنا أعرفها. يبقى رقم C. الرقم دي يعني مش some، دي all girls، أذكى من كل البنات. I have never eaten، عمري ما اكلت مثل هذا الطعام الشهي او الوجبه الشهيه. يبقى دي معناها ان هذه الوجبه اللي انا باكلها ان انا مستمتع بالوجبه اللي انا باكلها. معناها كده يا شباب ان انا مستمتع بالوجبه اللي انا باكلها. I am enjoying، انا مستمتع. ان هو بيقول لك دي احسن وجبه، يبقى دي معناها ان انا باكلها مستمتع بيها جدا. يعني الوجبة اللي أنا باكلها مش شهية، الوجبة اللي أنا باكلها مش شهية. لا I have never gone fishing، عمري ما رحت اصطاد. ده معناه إيه؟ معناه إن this is the first time for me to go fishing، دي أول مرة أروح اصطاد صح؟ يبقى دي يا جماعة أول مرة، ما بقول لك يعني دي أول مرة إن أنا أروح اصطاد. يبقى دي رقم I have never gone، أنا عمري ما رحت fishing. لا أنا ممكن بقى هنا I haven't ever gone fishing. I have ever gone. I went fishing. لا يبقى هنا يا جماعة I haven't ever، عمري ما رحت اصطاد. My wife hasn't gone to out since Friday. زوجتي ما خرجتش منذ الجمعة. يبقى مراتي آخر مرة خرجت كان يوم الجمعة. My last went out، يبقى رقم A. I have lived، أنا عايش في إدفو من 1999. ده معناه يا جماعة إن أنا I started، بدأت أعيش في إدفو في 1999، بدأت أشتغل كده. يبقى دي كل التدريبات المهمة بتاعة كتاب المعاصر. يا رب يا جماعة تكونوا استفدتوا، وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.